المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، نحييكم مع أول نشرة إخبارية لهذا العام الجديد. ويسر مكتب نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان والزملاء العاملين فيه أن يتقدم بأحر التهاني وأجمل الأمنيات بالعيد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة، ضارعين إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالسلام والخير، وأن تستمر نورسات بأن تبقى نوراً يشع الكلمة الصالحة والخبر الصادق الذي يحمل معاني المحبة والسلام والطلاق للعالم أجمع. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ المسيحيين بالأعياد المجيدة. رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يلتقي رؤساء الكنائس ويهنئهم بعيد الميلاد. احتفالات بهيجة بالأعياد المجيدة في مختلف كنائس المملكة. وفي نشرتنا أيضاً، معلمو مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في فلسطين يلتقون بفرح الميلاد في دير حجلة بأريحة. أهلاً بكم. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الأخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة، داعياً الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه. وقال جلالته عبر تغريدة على تويتر: من أرض الأنبياء والوئام والمحبة والسلام، أهنئ الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أجمع بالأعياد المجيدة، وندعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على أردننا الغالي وأبنائه الأوفياء المخلصين. على صعيد متصل، شارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني بقداس منتصف الليل، والذي أقيم في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية والسياسية، حيث نقل الوزير الداود إلى الرئيس عباس تحياتي وتهاني وتبريكات جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني لكافة المسيحيين في الأراضي المقدسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس الفلسطيني خلال حفل الاستقبال في عشاء عيد الميلاد المجيد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم: لقد كرس جلالة الملك عبد الله الثاني حياته من أجل القضية الفلسطينية، وهو حارس المقدسات الإسلامية والمسيحية والوصي الأول عليها دون منازع. وبدوره قال الداود: إنه لشرف أن نشارك مندوباً عن الملك بهذا اليوم العظيم للاحتفال بميلاد طفل المغارة ورسول المحبة والسلام، وإنها لفرحة غامرة وسعادة كبيرة أن نحتفل بعيد الميلاد وحاضر معنا يسوع المسيح، مضيفاً بأن الوصاية الهاشمية ظلت شاهداً على المكانة التي تحظى بها القدس والمقدسات في وجدان الهاشميين، وستظل حصناً منيعاً يدفع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية كل العوادي والتهديدات. وتعبيراً عن وحدتنا الوطنية والعيش المشترك، التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رؤساء الكنائس في المملكة، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية بمطرانية اللاتين في الصوفية بعمان، وقدم لهم ولكافة المواطنين المسيحيين التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. إلى التفاصيل. هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رؤساء الكنائس في الأردن بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول رأس السنة الميلادية. أقيم اللقاء في كنيسة العذراء الناصرية مطرانية اللاتين بعمان بحضور رؤساء الكنائس ووزراء وأعيان ونواب وعدد من الشخصيات الرسمية. وخلال اللقاء قال رئيس الوزراء: إن الأعياد في أردننا الغالي هي تعبير عن وحدتنا الوطنية الحقيقية والتي نتميز فيها عن كثير من دول العالم، ونحن نجسد قيم العيش المشترك والمحبة والوئام. وأضاف: نحن أسرة أردنية واحدة كبيرة ننتمي لهذا الوطن، وولاؤنا لقيادتنا الهاشمية التي تزرع قيم المحبة والتسامح والحوار، مؤكدا على دور جلالة الملك عبد الله الثاني في الوصاية والرعاية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. هذه المجتمعات التي يسود فيها رفض الآخر، ليس لنا علاقة ولا صلة ثقافية ودينية بها. نحن نعتبر أن
ونصر ليس فقط على القبول بالآخر، ولكن على العيش المشترك، على المحبة والوئام والحوار. ونحن كأسرة أردنية واحدة كبيرة ننتمي لهذا الوطن، وولاؤنا للقيادة الهاشمية التي تبث هذه القيم، قيم المحبة والتسامح والحوار، كما أنها تتحمل مسؤولية وعبء الوصاية على الأقصى وعلى القيامة. وطننا يضم الأديان والمعتقدات والمذاهب والأجناس والأعراق، هذا لا يضير، بل بالعكس، بهذا نشكل لوحة فسيفساء متجانسة. هذا التنوع لا يزيدها إلا جمالاً وعطاءً. وألقى المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن كلمة قال فيها: إن المسيحيين والمسلمين في الأردن أسرة واحدة تتعلم من جلالة الملك عبد الله الثاني قيم الانفتاح والحوار واحترام الآخر. ولفت إلى تأكيد جلالته خلال استقباله الأسبوع الماضي لرؤساء الكنائس في الأردن والقدس أن المسيحيين والمسلمين في الأردن أسرة واحدة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره. ووجه المطران الشوملي الشكر باسم الكنائس في الأردن للحكومة على قرارها الأخير بتخصيص قطعة أرض في منطقة شفا بدران بعمان لتكون مقبرة مسيحية تخدم أهالي مناطق شمال العاصمة، كما أثنى على دور الأجهزة الأمنية وحرصها في كل عيد ميلادي مجيد على أن تكون دور العبادة آمنة للمصلين، مؤكداً أن هذا العمل يعكس وجه الأردن الحضاري ويدل على قيم المحبة والتآخي. نحن نعلم أن الإصلاح لا يتم بلمح البصر، بل يتطلب صبراً وتعاوناً من جميع مكونات المجتمع المدني. ووسط كل مشاغلكم وجدتم وقتاً لزيارتنا ومعايدتنا في هذا النهار المبارك، كما وجدتم وقتاً لإضاءة شجرة عيد الميلاد في الصلت قبل أيام لتشاركوا المسيحيين في فرحة العيد، حيث صرحتم أمام شجرة الصلت المضاءة والمرتفعة في السماء والضاربة جذورها في تراب البلقاء، صرحتم بأن وحدتنا الوطنية حقيقية وضاربة جذورها في أرض الأردن. دولة الرئيس، نريد أن نعبر عن امتناننا لكل ما تقومون به لتقدم الأردن على كافة الأصعدة، ونغتنم وجودكم بيننا اليوم لأشكركم باسم الكنائس على قراركم قبل أيام تخصيص قطعة أرض كبيرة في منطقة شفا بدران لتكون مقبرة مسيحية تخدم شمال عمان. الشكر موصول لكم ولأمانة عمان الكبرى التي تعاونت لجعل هذا الأمر ممكنا. دولة الرئيس، من خلالكم نتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية التي تحرص في كل عيد على أن تكون بيوت الله أماكن آمنة للمصلين، وهي تقوم بواجبها خير قيام، وخصوصاً في هذه الليلة الباردة التي أمضوها رجال الأمن في الشارع لكي يحموا المصلين الدافئين، وقاموا بذلك بوجه حضاري تشكرون عليه. نحن في بلد فريد لأنه تقدس بمرور الأنبياء على أرضه وبعماد السيد المسيح في الضفة الشرقية من نهر الأردن، ولديه طاقات مستقبلية واعدة، ونحن نعمل معاً مسلمين ومسيحيين على تطوير وطننا وازدهاره وأمنه ووحدته. وفي ختام الزيارة سلم القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في الأردن المونسنيور مورلالي رسالة السلام إلى رئيس الوزراء من قداسة البابا فرانسيس، وبعدها التقطت الصور التذكارية مع دولته أمام الكنيسة. وفي أجواء من الفرح والبهجة وتجسيداً لأواصر المحبة بين أبناء الشعب الأردني الواحد،
مسلمين ومسيحيين. تبادل المواطنون في مختلف محافظات المملكة التهاني بعيد الميلاد المجيد. ففي بيت الفحيص التقى أبناء المدينة لتقبل التهاني من كافة أطياف المجتمع الأردني وفعالياته الرسمية والشعبية، مما عكس مدى عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع الواحد. وبهذه المناسبة قدم رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر الشكر لمكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل على تغطياته المستمرة للأنشطة المسيحية في المملكة. وفي مدينة العقبة جنوب المملكة احتفلت كنيسة الروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، حيث تأمل الأب إبراهيم حجازين راعي الكنيسة في عظته حول مغارة الميلاد وبقول الملاك للرعاة: إني أبشركم بفرح عظيم، ولد لكم اليوم مخلص، والخلاص الذي جاء به يسوع ليس فقط الذي تحقق بموته وقيامته، إنما الخلاص اليومي هو الذي ينشده كل مؤمن من الخطيئة والحزن والألم والصعوبات. فالشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، فيا رب أدخل نورك إلى ظلمة قلبي وحررني من قيودي واملأني رجاء. وبعد قداس الصباح استقبل كهنة الرعاية رئيس مفوضية العقبة ونواب المحافظة وكافة مديري الأجهزة الأمنية، وتم شكرهم لما أولوه من تغطية أمنية لكافة الكنائس، متمنين دوام الأمن والسلام في أردننا الحبيب. وفي محافظة الكرك أشاد عطوفة المحافظ الدكتور جمال الفايز باللحمة الوطنية والعيش المشترك الذي يتحلى به أبناء الشعب الأردني. جاء ذلك خلال تقديمه التهاني بالأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية في دير رعية القديس ميخائيل للاتين في بلدة الإسماكية، حيث كان برفقته عدد من المسؤولين في المحافظة، وكان في استقبالهم راعي الكنيسة وعدد من أبناء الرعية الذين قدموا الشكر والامتنان لعطوفة المحافظ على هذه الزيارة الكريمة ولأفراد الأجهزة الأمنية على جهودهم طوال فترة الأعياد. وفي قاعة كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين تلاعي العلي قدم مدير مركز شرطة شمال عمان العميد الدكتور تامر سليم المعاطة والوفد المرافق التهاني بعيد الميلاد المجيد بحضور راعي الكنيسة الأب علاء مشربش والكاهن المساعد الأب جوزيف الصويص، حيث نوه الأب مشربش بكلمته الترحيبية بأن الأردن هو نموذج يحتذى في العيش المشترك وواحة للأمن والسلام، في حين أكد العميد المعايطة أننا في هذا البلد أسرة واحدة يجمعنا حب الوطن بين كافة أبنائه، كما أننا ننعم بالأمن والسلام في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. تزامناً مع احتفالات الوطن بموسم الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، أقيمت في مختلف كنائس المملكة قداديس إلهية رفعت فيها الصلوات والطلبات بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع. المزيد في سياق هذا التقرير.
تعيد ليست الكنيسة فقط بل جميع البشرية بحدث إلهي وسماوي عجيب وباهر غريب ومدهش، ألا وهو حدث زيارة السلام وتدخل الله الشافي في حياة الإنسان. فبهذه المناسبة التي لها مكانة في قلوب الجميع احتفلت الكنائس في الأردن بقداديس إلهية ليلة عيد الميلاد المجيد. ففي كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة صويفية ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن قداس عشية عيد الميلاد بمعاونة كاهن الرعية الأب أنطون هريمات بحضور جموع من المؤمنين. وفي عظة القداس تأمل سيادته بحدث العيد المجيد واتضاع مخلص البشرية في ارتضائه بأن يولد في مذود بسيط، وحث الشوملي المؤمنين على عيش حياة التواضع والبساطة لنجعل من السيد المسيح قدوة لنا في حياتنا. ليتهلل القديس لأنه قريب من الظفر، وليفرح الخاطئ لأنه مدعو إلى الغفران. إخوتي وأخواتي، اليوم السماء مفتوحة في الاتجاهين، للإنسان الذي يطلب وللرب الذي يستجيب. فلا تكسلوا في الطلب فلا يبخل الله عليكم في الجواب. وفي كاتدرائية مار إفرام للسريان الأرثوذكس بالعاصمة عمان أقيم قداس عشية عيد الميلاد، ترأسه نيافة الحبر الجليل مار كبرئيل دحو النائب البطريركي في الأردن والقدس وسائر الديار المقدسة. عاونه بالذبيحة الإلهية الأب الربان بنيامين شمعون بحضور الشمامسة والشماسات ورئيس وأعضاء الجمعية السريانية الخيرية وجموع من أبناء الكنيسة. وفي عظته هنأ سيادته الجموع بمناسبة العيد المجيد الذي فيه تجسد الكلمة وحل بيننا، متمنيا للجميع عيدا مباركا وعاما جديدا مليئا بالخير والبركة والمسرات. وفي كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي احتفل أبناء الرعية السريانية الكاثوليكية بقداس عشية عيد الميلاد المجيد، ترأسه الأب فراس دردر بمعاونة الشمامسة وبحضور جموع من أبناء الرعية. وفي تقليد سنوي قام الأب دردر مع جموع المحتفلين بإشعال النار في باحة الكنيسة، من ثم رفعت الذبيحة الإلهية والطلبات بشفاعة طفل المغارة على نية أبناء الرعية المهجرين من الحروب والنزاعات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة. أما عظة الأب دردر فكانت نسيجاً من التعزيات المليئة بالمحبة، حين قال لهم أن السيد المسيح حين ولد كان طفلاً مهجراً، فلا تحزنوا ولا يكون لكم ضيق، فثقوا أنه عندما نضع رجاءنا في المخلص الأعظم يزول ويتبدد كل ضيق وألم. وتمنى الأب دردر في نهاية العظة بأن يحمل العام الجديد السلام والاستقرار للجميع. لوجدنا أنفسنا نحن نعيش الميلاد الحقيقي مع يسوع الذي تجسد لأجل خلاصنا في أجواء الاستقواء على الضعفاء في الغابة. هكذا هي أصبحت حياة الناس لعبة في أفكار وعقول السياسيين حول العالم،
أصبح الإنسان مجرد سلعة، سلعة استهلاك، وهذه هي الكارثة الكبرى. مع أن الرب يسوع المسيح جاء وتجسد حتى يرفع الإنسان عالياً، ولكن هنالك التجار الذين لا ينتمون للإنسانية بشيء، أنهم تجار النفوس، أنهم تجار زرع الفتنة والحقد والكراهية بين الشعوب، أنهم رابحون فقط في هذه التجارة السوداء. ندعوهم أن تتحرك ضمائرهم في هذا اليوم المبارك في الميلاد المقدس، لحتى يلتمسوا من طفل المغارة نعمة السلام، نعمة الوئام، نعمة المحبة، فتتغير هذه القلوب، قلوبهم السوداء إلى قلوب بيضاء، لأن المسيح جاء حتى يخلص العالم أجمع. وانتقالاً للرعية الكلدانية في الأردن، احتفل أبناؤها من مقيمين ولاجئين بليلة عيد الميلاد المجيد بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الملكين الكاثوليك. ترأس الصلاة قدس الأب زيد حبابة بحضور أكثر من 1000 شخص. خدم القداس شمامسة الرعية وجوقها الموحد، هذا وقد رفعت الصلاة في القداس لأجل الكنيسة ومؤمنيها ونية السلام في العراق، ولأجل راحة شهداء الوطن والجرحى، ومن أجل الأردن ملكا وحكومة وشعبا، ليبقى بلدا آمنا وسالما. ففي غمرة هذه الصلوات والابتهالات والطلبات، نطلب من طفل المغارة المولود في بيت لحم أن يمنح عالمنا السلام والطمأنينة، ويكون هو رأس العام الجديد في حياتنا وخطواتنا، وأن يقبل ويستجيب لكل طلباتنا. أقامت الرعية السريانية الكاثوليكية في الأردن احتفالاً للأطفال من أبناء المهجرين العراقيين في دير الراهبات السلزيان دون بوسكو في الويبدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي بداية الاحتفال ألقى الأب فراس دردر راعي الكنيسة السريانية الكاثوليكية كلمة معبرة دعا فيها المحتفلين إلى الاقتداء بالقيم الإيمانية، وخاطب الأطفال داعيا إياهم كذلك إلى أن لا يخافوا، فالسيد المسيح كان مهجرا أيضا مع أمه مريم ومربيه يوسف. وختم كلمته بالشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم أنشطة التعليم المسيحي والكنيسة السريانية بالذات، وفي مقدمتهم غبطة البطريرك يونان الكل الطوبة والراهبات السلزيانات اللواتي يقدمن المكان لخدمة أطفال الرعية. واشتمل الاحتفال على تقديم العديد من الفقرات الروحية والترفيهية والفنية والاستعراضية، ثم تناول الأطفال مائدة محبة بأجواء من الفرح والسرور مع بعضنا البعض، مع أطفالنا الأحباء الحلوين التابعين لكنيستنا السريانية الكاثوليكية بالأردن من المهجرين العراقيين، حوالي 250 طفل
ومع العلم هالسنة كنا مقررين أنه ما يكون عندنا حفلات بسبب أوضاع العراق الدامية، ولكن هالأطفال فعلا اللي يغضون بهذا البلد الغالي على قلوبنا الأردن اللي استضاف هالمهجرين العراقيين، يغضون أيضا أوضاع صعبة أيضا، ويقدمون الشهادة الحقيقية أيضا بحياتهم من خلال هذا التهجير، ويعيشون بظروف وأوضاع جدا صعبة، ولكن الحفلة اليوم هي حفلة روحية حتى يخرجوا شوي أو يطلعوا شوي من أجواءهم اللي عايشيها، الأجواء الغير طبيعية بعايشيها ببيوتهم من العوز ومن الضجر ومن الاحتياج. حتى دائما الكنيسة نقول دائما الكنيسة يتفكر بأبنائها من جميع النواحي لشوي يتنفسوا من عدة أمور. نشكر التيار الرهبات اللي احنا هذا شغلنا، يعني نستقبل الشبيبة ونستقبل الولاد الصغار، وهذا هدفنا انه يكونون فرحانين. ونشكر المنشطين على جهودهم عن جد، يعني الله يباركهم يعطيهم الصحة ليكملوا مسيرتهم بنشر البشارة للأطفال. أطفال هواي حلو طبعا، الابتسامة مبينة على وجههم رغم الصعوبات ورغم التهجير وكل شيء، بس الفرحة مبينة بوجوههم. هذا اللي احنا نريد نوصله، انه يكونون فرحانين، يكونون يعيشون بالسلام حتى لو ماكو سلام، بس هو السلام الحقيقي هو يسوع المسيح، وهذا هو هدفنا انه يكونون فرحانين. وإن شاء الله دائما نقدر نوصل الرسالة للعالم ولأولادنا أول شيء بمجتمعنا، والمسيح ولد، هللويا، يعني دائما المسيح يولد بقلوبنا أول شيء، بعدين بمجتمعنا وبعدين بالعالم أكيد. بحضور الدكتور عودة قواس ممثل بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس والأردن، وعدد من الأباء الكهنة في الأراضي المقدسة، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد أقيم حفل لمدراء ومعلمي عدد من المدارس التابعة للبطريركية، وذلك في موقع دير حجلة بمدينة أريحة الفلسطينية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة أقيم حفل غداء لمدراء ومعلمي مدارس لبطركية الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة، وبالتحديد في موقع دير حجلة بأريحة القريبة من نهر الأردن، حيث كان المدعوون الذين يزيد عددهم عن 250 معلماً ومعلمة من مدارس مختلفة، وهي مدرسة مار متري في القدس، ومدرسة الرعاة في بيت سحور، ومدرسة الطيبة للروم الأرثوذكس، ومدرسة سان جورج في رام الله. وفي كلمة للأرشمندريت بارثولوميوس مندوباً عن غبطة البطريرك كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، والذي شكر الحضور على ما يبذلوه من أجل تربية وتعليم الجيل الصاعد وزرع روح المحبة وعيش السلام المشترك وعيش الميلاد دون تمييز. ونقل تحية غبطة البطريرك للجميع. ترأس الحفل الأرشمندريت بارثولوميوس والأب خريستو والأب عواد راعي كنيسة رام الله للروم الأرثوذكس والدكتور عودة قواس، الذي شكر بدوره الحضور لتلبية الدعوة، وتمنى لهم دوام التوفيق، وقدم التهاني للجميع بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة. بداية كل عام وأنتم بخير من الأرض الفلسطينية المحتلة من أريحة. معنا اليوم أربع هيئات تدريسية من أربع مدارس تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، من القدس، من رام الله، من الطيبة، ومن بيت سحور. هذه الغداء عيد الميلاد يتم لأول مرة بالأربع مدارس مشتركين ومجتمعين بناء على ضيافة سيدنا راعي دير حجلة سيادة الأرشمندريت خريسوستوموس. طبعا بهذه المناسبة لابد أنه أحيي على كل أبناء العرب المسيحيين المشرقيين في كامل بقاع الأرض، وأخص بالشكر أيضا تلفزيون نورسات على هذه المناسبة اللطيفة التي استطاع أن يتواجد معنا في أريحة لتغطية هذا الحدث الجلل. غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث اعتذر في آخر لحظة لظروف طارئة، ومعنا المندوب الذي يمثله وهو سيادة المطران بارثولوميوس.
شكرا كثير مرة ثانية، وكل عام والجميع بألف خير وبركة. كل سنة وانتم سالمين، ميلاد مجيد على الجميع، وإن شاء الله سنة جديدة في هاي الأيام المباركة اللي منحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد. وفي هذا اليوم المبارك قررت لجنة المدارس بإقامة غداء عيد الميلاد لجميع المعلمين في مدارس فلسطين، وخاصة مدينة القدس ورام الله وبيت صحور والطيبة، كأسرة واحدة في هذا العيد الميلاد المجيد، أن يكون اجتماع عائلي بمناسبة هذا العيد اللي بيجمع الجميع على المحبة والسلام، كنا مسلمين أو مسيحيين، لأن هذه أعيادنا الوطنية في فلسطين اللي بتجمعنا دائما على المحبة والسلام والتآخي، اللي من خلالها دائما من مارس حقوقنا في مقدساتنا واحتفالاتنا الدينية والوطنية، حتى نحافظ على الأماكن المقدسة، نحافظ على وجودنا، نحافظ على مؤسساتنا الدينية والاجتماعية. وإن شاء الله نطلب من ربنا التوفيق والنجاح دائما وإلى الأمام، وعياد ميلاد مجيدة، وكل سنة وانتم سالمين. وتخلل الحفل تناول الغذاء وترتيل وتبادل الهدايا التذكارية، وأيضا تم توزيع الهدايا لجميع الحاضرين من مدراء ومدرسي مدارس البطركية الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة، وتم التقاط الصور التذكارية في دير حجلة. واليوم كان الاحتفال بعيد الميلاد، تجمع كل المدارس الطيبة، رام الله، مار متري، تحت رعاية سيدنا غبطة البطريارك، وبضيافة أبونا خريستو. وهذا الحدث صار طبعا أول سنة لنا، دايما كل سنة المدارس بتعمل لحال نتيجة عمل الإدارة العامة اللي هي تكونت جديد، تأسست جديد بمديرها الدكتور عودة قواس. وطبعا احنا هون انا لي 12 سنة بالمؤسسة، ما في هون تفرقة بين مسلم ومسيحي، كلنا هون سواسية وإخوة، ومنتعامل سواسية كان مسيحي ولا مسلم، احنا كلنا هون مع بعض إخوة ومنعيد على بعض، كان بالدين المسيحي ولا بالدين الإسلامي. رسالتي في البداية لسيدنا ولجميع المسؤولين في مدارس البطركية، كل عام وانتم بخير، عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة تنعاد عليكم جميعا إن شاء الله. كمان بقدمها لمعلمينا ومعلماتنا والطاقم الإداري وجميع العاملين في مدرسة سان جورج وجميع مدارس البطركية، تنعاد على الجميع بالخير يا رب. للنورسات مارلين حدوى من مدينة القمر دير حجلة أريحة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ المسيحيين بالأعياد المجيدة. رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يلتقي رؤساء الكنائس ويهنئهم بعيد الميلاد. احتفالات بهيجة بعيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس المملكة. بهذا أيها الأعزاء وصلنا إلى ختام النشرة، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير.